السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. أكد مسؤول من داخل اتحاد الكرة المصري أن الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي تعاقد مع السعودية لقيادة منتخب بلادها خلال الفترة المقبلة. وقال ذات المصادر في تصريح لوسائل إعلام مصرية، وكيل هيرفي رونار أكد لنا توقيع المدرب الفرنسي لتدريب منتخب السعودية ووصوله لاتفاق نهائي معهم. وكان هيرفي رونار قد أعلن استقالته من تدريب أسود الأطلس رسميا أمس الأحد، وذلك بعد فشله في قيادة المنتخب الوطني لأدوار متقدمة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حيث ودع البطولة من دور الستة عشر أمام منتخب البنين. انتقد مدرب المنتخب الوطني المستقل هيرفي رونار مساعده مصطفى حجي بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب الخروج من منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم. وأضاف رونار في حوار مع جريدة المساء أن ما حدث في قضية عبد الرزاق حمد الله صار جزءا من الماضي، وفي هذه القضية أعترف أنني لم أفهم شيئا يتعلق بها، وهو أمر غريب طبعا. وتابع رونار: الخرجة التي قام بها مصطفى حجي ليست طبيعية، والجامعة من المفروض ألا تترك شيئا كهذا يمر، مضيفا: أخلاقيا عندما تكون مدربا مساعدا لابد أن تبقى في موقعك كمدرب مساعد دون تجاوز للأمر، وفي إطار من الاحترام للمدرب الذي تعمل أو عملت معه. وزاد الناخب الوطني المستقل المزعج أنه لم ينتقدني أنا فقط وهو عضو في الطاقم التقني الذي أشرف عليه، ولكن المزعج أكثر هو أنه سبق له أن قام بذلك مع المدرب السابق للمنتخب المغربي بدو زكي، وها هو يكررها معي. وأشار رونار إلى أن هذا الأمر ليس جيدا بالنسبة لحجي، ويقدم صورة سلبية عنها، كما أنه يخطر بتكوين سمعة سيئة عنها تختلف تماما عن صورته كلاعب دولي مغربي سابق استثنائي ورائع. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.